بحسب الجهود والمناسبات للإخوة الذي يفعلوا أهل الخير لله تعالى. طبعا أبناء وصاب العالي هم السباقون. هم السباقون أبناء وصاب العالي. هم من دفع ملايين. نعم. شوف أخو المهندس نجيب هذا أخوه. وكمان حسن فارع، علي حسن فارع من 100 مليون لوجه الله، لا يبتغوا لا جزاء ولا شكورة، لا من محافظ ولا من رئيس إلا وجه الله. نعم، وهذا يلقى يوم القيامة عند الله تعالى. الآن عندنا في وصاب يتسابقون على الخير. نعم. للتبرع للوادي وغير الوادي، الآن من حميس مطلق إلى وصاب 57 كيلو قطع صخري يكلف 9 مليار ريال. هذه تجمعوها التجار، والآن بدأ من الصرافين، والعمل طيب، بس أصحاب إب لم نسمعهم، لماذا؟ والله هذا ماذا تقول لتجار إب أنت بنفسك؟ نقول لتجار إب يعني نلقى منهم الدعم والمساهمة. أيوه. هذا الخط المرتبط، لكن هذا للجميع خاصة، وهذا خط سبيل لله تعالى، ثم ينقض الأنفس من تلك الوادي. أيوه طبعا. الذي هو أخذ جميع الأوادم. نعم. يعني سكان الوادي يا أستاذ. طيب. طيب كلمة أخيرة للتجار عامة الجمهور اليمني. عامة الجمهور اليمني، نقول للإخوان التجار المساهمين أي بادروا بما أعطاهم ربي. أيوة. بهذا هو الخط